راحت الوحدة، فرصة الجول أول، فرصة الجول أول، جول جول للوحدة مع دقيقة رقم 25، مع كرة أولى في الارتداد، مع لحن الارتداد والمرتد، مع منتصف الشوط المباراة الأول، عندما تتغنى لأبناء التعاون فرصة لأول الأهداف، يعود سلاف سراج مع هذه الكتيبة الوحداوية لتحقيق أسبقية مع كرة مرتدة مثالية. وجد الصيد مع معسكر الشارقة يعود بفريق وحداوي يجيد العمل السريع، المجهود البدني الأروع، الثنيان لا يسأل عن الهدف، والفريق التعاوني مع دفاعات ربما ريشاني أو الحربي يبحث عن تمرير الكرة العرضية السريعة، الفرصة المواتية لجول ثاني، جول لمصلحة الفريق التعاوني، تصحح كثير من الأمور للتعاون رغم التقدم الوحداوي. قد لا يعود الوحدة في هذه المباراة إلى أي نقطة فوز، وقد يصل إلى نقطة ثانية له في هذا المشوار، وقد يكمل مسلسل الخسائر لأن الفريق التعاوني في الشوط الثاني أفضل. برافو جوكيكا، من يقرأ الأمور جيدا في الشوط الثاني، ومع الدقيقة 33 أكيد ما وراها إلا الراشد، ومن يصنع الفرح إلا الراشد هنا في حق المرمى، ومن يسأل عن الهدف دائما دائما وصاحب القميص رقم 3.